أسعد الله مساكم متابعين الشارع عبد الكريم، حياكم الله. اليوم جبنا لكم شغلة حلوة كذا. واحد يقول إنه يشبهني بس ما أتوقع إنه يشبهني. أما أنا فيني شبه وياك؟ لا ما شبه. حسوي قلبي دايخ. حبيب قلبي. حسويين كلهم أصلاً قلبهم دايخ، ما يقدرون على التامر وعلى خطوطهم واضحة. أبعد قلبي واضح. زي السمك ما يقدرون يتركون الحاسب. ما نقدر. أنا ما عشت في الحاسب بس برجع السنة الجاية، برجع إن شاء الله خير. عرقنا في الحاسب ما نقدر. أنا غيرك مختلف ترى، أنا ما أرجع مستحيل. ليش ما ترجع؟ ما أدري، يمكن مسحور خلاص. لا مسحور بترجع بترجع. نفك السحر بعدين. لا نفك السحر أنا أجيبك إن شاء الله. الله يسعمهم. حياك الله، سعد الله مساك حبيبي أستاذ قاسم، حبيبي نورت الشاشة. وجودك إن شاء الله إني ما راح أقصر معك. حسابات تحطها كلها عندي هنا في الفيديو. حبيب قلبي، ونتعاون إن شاء الله مع بعض إن شاء الله، والمصلحتنا جميعا بإذن الله. إن شاء الله يكون بين التعاون بإذن الله. شو يسمونه يقول شاطح. وانت حلو بعد والله، يعني الله لو انك ما بحلو يمكن ما سويت اليوم شيء. الله يسعدك. زينك يا عمري عليك. تشرف نتشرف. تغزلني انت ايه بحال تغزل فيك. بس ليش ما الواحد يتغزل في اخوه؟ جخة ها جخة والله قسم بالله مول. هدو اخونا ما اقدر على السمر يبا. يا عمري يا انخش كده والله. لا تنخش لا تنخش، خليهم يشوفونه. عموما نورتنا وان شاء الله تجمعنا معك لقاءات باذن الله. تغطيات تمثيل وشان عيون عاون. احنا الحسوية نقوم على بعض. ما أكيد أكيد. ما عندنا تبرئة كل حاجة اخوان. احنا الباب مفتوح من سنين. الله يسعدك. في رمضان وغير رمضان ناخذ اكل ونودي هنا ونجيب هنا. عدد تقاليدنا دي ما نهد. تحسبير عندي ها. تحسبير ما عليه. حبيبي عندك كلمة تقولها متابعين شيء؟ اللي ابي اقوله كونوا دائما اصحاب قلوب بيضة، وعيشوا بنية صافية، وحبوا جميع الناس. غير كذا ما راح تعيش في الدنيا. هذا هو الحق. هذا هو والاشياء ذي والقلب الاسود ما راح يوديكم مكان. وهذا الشيء الله بيسخر لك ناس وقلوب طيبه تحبك بسبب هذا الشيء. اكيد اكيد تستاهل. يسعدكم ان شاء الله. الله يسعدكم. في امان الله حبيبي على راسي.